أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في السعودية. نهار اليوم تسود أجواء مستقرة في أغلب مناطق المملكة باستثناء المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار. أيضا المرتفعات الجنوبية الغربية ستشهد أجواء غير مستقرة تهطل زخات متفرقة من المطر خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم تسود أجواء غائمة جزئية مع احتمال زخات من الأمطار، 27 درجة مئوية الملموسة، 26 الرطوبة منخفضة والرياح تكون شرقية نشطة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم نبدأ المنطقة الشمالية، تبوك طقس صافي 21 إلى 9، عرعر 19 إلى 11، وسكاكا 20 إلى 10 درجات مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 24 إلى 14، جدة 26 إلى 21، مكة المكرمة 28 إلى 19، والطائف 21 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية تشهد أجواء غير مستقرة، الباحة زخات رعدية من المطر 13 إلى 10، أبها 19 إلى 12، وجازان زخات من المطر 31 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الإحساء 32 إلى 14، حفر الباطن 23 إلى 10، والدمام فرصة لزخات من الأمطار 25 إلى 16 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الرياض فرصة لزخات من الأمطار 27 إلى 13، بريدة 23 إلى 10، وحائل 19 إلى 7 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.